يجي. الو السلام عليكم، وينك؟ برسلك موقع تجيني ده الحين، ابيك ضروري، ابيك ضروري. وشنو؟ ايوه ابيك لحالك، انا ابيك بس نص ساعه. انت قاعد ولا لحالك؟ صدق والله يا اخي الموضوع مهم. ها؟ لا لحالي، ما عندي احد. طيب اسمع، ابيك تجي، ابيك في موضوع. انت ليش؟ الو ايش فيك سكت؟ الو كفر. شكله يعني نسى 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 عادي. اجعل لي صاحبك 399 عذر. الشيخ ويش؟ دقيقه. هي من هو ما يعشق الا الجزاير؟ هي من الموتر؟ ارحب ارحب. يلا يلا علي تحركتك ولا تاخر. يلا الحين يلا انت كفو. يحب العلوم، يحب الدوادي، يحب الإدارة. يو جون جون، أنا أبو شركتك بزر. لبيه ويش؟ أنت السبيكة يا كلب أنت. لا سادة الحرم، ماني ميدك والله. ابن ابوي طلع علبة، الله لا يوفقكم، يحطها في وجهكم. الله لا يوفق. يا ولد ما دريت يا ولد انك، ما نميتك. الو. يا ولد ما نميتك ترى. اعتذر واللي لك ان عذرك يبدأ. أنا المن آسف. ليه وأنا ماني ميت؟ وش أقول؟ أنا آسف يا الشيخ سعد. ليه؟ كذا وأركبكم على الموت. يلا. قلت له انا دق عليه يا ولد. اوبر يا يجي، كيف يجيني؟ كيف احمل اوبر؟ الله لو انا مكسب بخيل ومنا يجيني اوبر يشلني ويديني. كيف اطلب اوبر؟ يا اخوان احد، كيف اطلب اوبر؟ ها؟ اطلب اوبر الحين يوديني. خل التابه تابه. أنا أجيك لو تبي مشي. لا لا محماس، فك من شرك. مهند لا أشوفك، لا أشوفك، زقطتك لي انتظر عيونك. حمل أوبر يا ولد، حمله راح يوديك. الله ولا مكسب البهايم. يوديني وين؟ يوديني المطار.
شوف انا وديني ايه. فندق فندق يطلب صدق فندق. خليني ادق عليهم. الو مرحبا استقبال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معك اخوك بهاجي الاكلوبي من الدور الثاني غرفه 202. الله ادام الله فضلك. يا الشيخ تروس انك تدبر لي سياره توديني المطار؟ ايه تقدر، انت تقدر تخدم اخوك؟ يعني ما في. طيب وش الحل؟ الكريم الله سبحانه، تعرف اوبر انت؟ للاسف اني ما اعرف وين اخوك. ابي اروح ذا الحين. انت عندك توك توك؟ طيب تكفى تكفى، اسمع، عندك توك توك؟ ليه ما عندك؟ كذا تحس انك تحس اني حشري كذا اقول عندك توك توك ولا ما عندك؟ اي والله، لان انت الحين قاعد يسمعك 3400 شخص. اي والله كلهم يقولون يا الامير يا الامير تكفى تكفى. يعني ذا الحين أبي أروح، أنا طيارتي الساعة 8، أبي أروح 6. علي الطلاق إنك كفو، والله العظيم أنت خابر خوي اللي كان معي، والله لو إنه موجود إني لعطيك إياه هدية. تعال ربي، معك أخوك بهاجي الأكلوبي من الدور الثاني، نشكرك على تعاونك. يا مرحبا. حي والله ذر، حي والله ذا المناد، وحي والله ذا البنايد. شنو كفو يقول احتزم يا يا زينه. اقول معك توك توك؟ كلم. قلت لي قال لي ما ابي غصب. قلت صح، انا طلب لك. اي طلب لي، ولا مكسب الضعوف، دراهم ما تعزنا. ما حد يحبك. يلا والله ما بطيحون انا حالكم، منتبه لكم. بسم الله عليكم. سعودي بك سعودي بك. وين التافه؟ وين غير متاح؟ خليني ادق على، خليني ادق على سعود القحطاني، قلت تعال وديني. سواك بدل ما اعطي له اوبر اعطيك يا خوي 100 ريال. تنطيه، لا ثبتكم.
ثبتكم ومنتبه عليكم. كل اللي عارفه ما يبون يودوني يعني ابوها حياة امبريتها كذا وجع جعلك الوجع تدق علي وش تبي ها برد عليك وجع ها وش تبي وش تبي انت تدري اني ابي تدق ليه قل الله ذا الوجه ايه قفل يا ولد أدب كان يلعن بذا الوجه هنا كلكم قمتوا تدقون تحبون الدوادي ينعنب الوجه هنا ينعنب الوجه صدق وجع هلا سعد ها لا طلب ترى لا يشكر فضلك انقلب كلب عقب جوالي علق وجع انا بلوجي هنا سجل شاشة الدردشة سجل انا بذا الوجه تهابون يهبيكم الله سوي الطريق اللي فوق وش دخل ما اقدر اسويها ما اسويها ما اقدر انقلب رياض بن سرحان ليه يا رياض ليه رد يا فاشل انا الفاشل شوف ليه ليه هالطريق تكفى ورنا عاد انت الله واحد باقي إذا الخاص باقي مفتوح أتمنى تشوف رسالة أبو محمد يا أخوان رب مو بيعوركم شيء ها وجع تعرف الوجع وجع انقلب يا قليل الحياة يود كيف السبعة يدقون في وقت واحد وجع يا فاشل يا قليل الأدب انقلب لا تدق قل على الله ذا الوجه أنا بالله ذي طريقة أخو غزيل عنان كلهم يدقون الله يلعن والله ودي أسوي لكم مكالمة جماعية وش تبون وأحط الجوال كذا يلا تصورهم قدام البث أبو محمد ما عنديها طفيها من طفها من الاعدادات انت اللي تقول طفها من الاعدادات زغودك ذا الحين وانت لابس ثلاث بجايم شفت ثلاث بجايم وزغودك كذا وجاي تحت بطيء ومرشح وريحتك ريح الخون ريح الضب ما حد منكم قد شم ريح الضب طاقة الشمس
تطرده وتمسكه. ها انت قفل اعداداتك. كيف اقفل اعداداتي؟ ها خوزي يهبون تراب. تعرف التراب؟ تعرف التراب؟ يضحك. اقول له التراب يضحك. يا هاشم يا عديم الاحساس انقلع مشغل بثي بالله يا هاشم انقلع انقلع. تقول وبر سجل شاشه سجل شاشه تسجل شاشه اتصال تسجل شاشه. والله العظيم يا اخوان اني ناوي الكلب ذا دق علي كم حط على البيت. شوفوا اني ناوي اسوي لها ترتيب والله. بس انتوا بجي شوف طبعا وش هني ناوي احط ترتيب يعني نفتح بيت. يلا يا تبغى نسوي فقره اتصالات في السناب ونوضح كلهم بالصدق بس يعني شيء معقول. ما نبي كل تبن ادرف اح وصلني عندكم مو بصحيح. سد حلقك بلاغ ابلع يا حليلكم. الله يستر عليك يا رفيقي اللي في خاطري. خل التافهين والفشلة قفل الخاص لأنكم فاشلين. ووجع وجع 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 والعنة يا دق يا رخمة انت بيها ذهن. يعقوب ذا يدق لي من قفل خاص كيف كذا؟ يلا دق يا رخمة انت صادق. مرحبا في دمتي حبيب ابو سالم. ارحب يا ابو سالم لينا ما يبقى. ارحب يا رفيقي يوم انت رفيقي الثمين اللي مقامك ثمين مو بيوم اللي زهمته يقول تعقب ماني بجايك اطلب اوبر. سعد الشهري عقب يا المر يدق علي من الامارات تدري وش يقول؟ يقول برسل لك موتر يجي ابو محمد يوديك البيشه مو بيوديك المطار. يا بن شعفول علي الطلاق يا سعود خوي ان جاك هديه. اقول علي الطلاق يا سعود خوي ان جاك هديه بعباس بالحلال كله. انا مسكين اخواني الحين على ترد علي سعود اخوك.
علي الطلاق انه جاكم بفراش ولد اختي. والله ما جاي مقبول او موفر، مقبول او موفر. والله ما تردني ولا انا الحق جزاك. انا مفترش، انا مفترش يعني باخواني اللي عندي. خل اخوانك عندك وخل اخواني عندي، لا الله يزين. تم. انت شو ما تطير هذا؟ قاعد نرجع. عني بطير ذا الحين ان شاء الله ان كان الله احياني. لو كان رايت اهز روحك ان شاء الله طيارتك. وين؟ بعد ما اخوك عليك الا عشان ما تقول وين. ما ليش باكل يوم وكنت وين؟ مريض سمنك. ابشر. ابشر بسعدك وانا اخوك زي. الجمعة، الجمعة انا طول عمري بس. علي الطلاق. معزومين الطيارة فندق. علي الطلاق يا ابو سالم، انها وين مهبة ابوك لذري؟ ترى انه في مخبار وطيارته رجال اعمال وفندق. كوف كوف كوف، ما بقول للمرأة تزوجني. المرأة تضرب. ليه؟ دور الخطة هذا ولا ما مخططت عندك يا رجل. سم. جلس قلاء، تزوجت وسحبت عليكم كلكم. كلكم اروح. وش ابيكم؟ وش يرسل لي كلب؟ لا يرسل لي كلب. قليل الرابع، قليل الرابع. طلاق انه حذفك من جوالي، انا ابو يوم ما عرفتك فيه. شهري كلب. شهروني مسوي نفسه راقد، انا معي سناباتك. قل على الله هذا الوجه فشله. تبا لكم ولاشكالكم. تبا لكم ولاشكالكم. ودي اهديكم هدا. هذا هدا مني لكم.